شكرا جزيلا للموصلية اللي سباقة دائما بالحدث إن شاء الله، والحمد لله، ونهدي هذا الفوز إلى جمهور الموصل وخاصة إلى محافظ نينوى اللي كان السباق في دعم هذا الفريق. نشكر كل جميع المسؤولين اللي دعموا هذا الفريق، وإن شاء الله نتمنى يدعمون هذا الفريق، لأن هذا فريق المحافظة وفريق الأم، والحمد لله اليوم استطعنا نحصل 3 نقاط بجهود اللاعبين والكادر التدريبي والهيئة الإدارية للموصل، والحمد لله إن شاء الله يستمر الفريق بالصعود إن شاء الله نحو الأفضل، وإن شاء الله نتمكن من الصعود إلى مصافي الدرجة الممتازة. الحمد لله الله وفقنا، فزنا 1-0 رغم المعاناة ورغم الآلام، فنهدي هذا فوزنا إلى كل جماهير نادي الموصل المحبة للنادي وكل شهدائنا الأبطال، وإن شاء الله نوعد الجماهير أن نقدم مستوى أفضل في مباراة القادمة. ومرة أخرى مبروك لكل الجماهير، ولا يسعنا أن نشكرهم قناتنا قناة الموصلية الفضائية على دورها الداعم للنادي الموصل، ونتأمل من السادة النواب وأعضاء مجلس المحافظة أن يدعموا هذا النادي. يعني هذا النادي بدون موارد مالية وبدون ورغم قلة الاستعدادات، والنتيجة مثل ما تشوفون الحمد لله فزنا 1-0. نتأمل منهم دعم بعد أكثر حتى هذا النادي يستمر بالعطاء ويستمر في الإنجازات. والله إحنا حارس مرمى كاظم يعني لا نقول مؤامرة، ولكن هي أمور إحنا مع القانون، نحن لأن عانينا ما عانينا من داعش ونحن مع القانون في هذا المجال، ولكن أنه حارسنا كاظم بريء من هذه التهمة، وإن شاء الله نتأمل خير في قواتنا الأمنية وقضائنا العدل أن ينصف حارسنا كاظم، ونتمنى الموفقية والنجاح للجميع إن شاء الله. الحمد لله هاي أول مباراة لنا بدوري التأهيلي للمرحلة النهائية للصعود إلى الدوري الممتاز، الحمد لله حققنا المهم هي 3 نقاط بغض النظر عن الأداء اللي تعرف في الدوري مثل لعبات، الحمد لله حققنا المباراة الأولى، إن شاء الله المباراة الثانية نرسم الخطوط ونصعد إلى المرحلة النهائية. حارس مرمى نادي الموصل الكل يعرف حارس، يعني الولد رياضي كل شيء ما عنده، حتى فترة داعش كان خارج الموصل، بس هاي إجراءات وإن شاء الله اليوم إذا مو اليوم باكر يطلق صراحة. والله الدول بالتاكيد الدعم المادي ومعسكرات رواتب العدل بدون اي مقابل عن اللعب، فعدل جهود الجميع واللاعبين والكادر التدريبي، يعني احنا بيناتنا ان شاء الله الهمس البطوله، احنا بانا البطوله وان شاء الله خير. ما يخص الملاعب اكيد احنا ما عندنا ملعب اداره محليه تعسس يكمل قبل داعش، صارت الظروف والملعب يرد له تاكيد 98% مهدم، وان شاء الله نطلب من الحكومه اعاده الملعب بقيه بالمحافظه حالنا حال المحافظات. والله الدعم للنادي والرواتب وملاعب ما عندنا، يعني حتى ملعب ما عندنا هذاك الملعب، وبيطسات يعني فضل من عندنا انه عن لعب على الملاعب الزينه، واهم شيء بس الدعم، رواتب اهم شيء خصص لنا. فيما يخص الحارس المرمى كاظم، والله نرجو من الله سبحانه وتعالى والامن الوطني انه بس يفرج عنه، وهذا كل همنا.